خليني انا وانتي نتفق على حاجه، انك تاخدي بالك من نفسك وتحبي نفسك اكتر وتفكري في روحك، وان صفحه حياتك القديمه مع عمرو انتهت. اوكي، صفحه عمرو اتقطعت خلاص. اتقطعت وخلصت خالص. هينفع؟ انتي هتقوليلي المره الجايه اذا هينفع ولا لا. اوكي. بصي، كل يوم تبصي لروحك في المرايه وتقولي عمرو انتهى من حياتي، مفيش غير علي. عمرو انتهى من حياتي، مفيش غير علي. اوكي، ثانك يو. سي باي. باي. مش عارفه اتصرف مع البتاعه دي. تعالي انت يا مامي. حضرتك قلت قطعه شوكليت واحده يا باشمهندس، مش كده؟ ايوه. باشمهندس ايه يا ماما؟ انت هتبقي حماده. في حما تقول لجوز بتاعي يا باشمهندس؟ محسن له حق. احنا خلاص هنبقى عيله واحده يا نادر هانم. يبقى انت تقول لي يا نادر؟ قوي قوي. ما تخافيش، مش هيكبرك ويقول لك يا طنط. حضرتك شايف نكتب الكتاب امتى؟ والله ده قرارك انت وشاهد. يبقى خلاص،
شاهد تحدد الميعاد اللي يناسبها. زي ما تحب. انا كنت محتاجه شويه وقت بس مش عارف. مش عارف اول الشهر كويس يا جماعه؟ اوكي اوكي اوكي. ايه على اول الشهر الجاي ما نلحقش نحجز قاعة للفرح؟ قاعة؟ ايوه قاعة. هو احنا مش هنعمل فرح ونعزم الناس ولا ايه؟ حضرتك قصدك فرح وكوشة وزفة وفستان وطرحة كده يعني؟ ايوه يا باشمهندس. ايه المشكلة؟ الحقيقة مفيش مشكلة، بس انا حاسس ان انا كبرت قوي على حكاية الكوشة دي. عامة احنا ممكن نعمل ريسبشن او عشا شيك في اي حتة. اهو ده حل يناسبنا فعلا، كمان عشان خاطر الاولاد مش كده؟ صح. وهو كذلك، بس عشان نبقى واضحين مع بعض من الاول، هي بنت حضرتك يا مصطفى بيها هتعيش مع فريده؟ هتعيش مع مامتها يا فندم، بس هيبقى لها اوضه عندنا في البيت زيها زي كريم يا مامي. انا متاكد ان مصطفى بيه هيبقى اب تاني لكريم. اكيد كريم وفريده اولادنا احنا الاثنين. لا بس فريده كبيره قوي على انها تبقى بنت شهد. مامي فريده اختي الصغيره. ان كان كده معلش. نقرا الفاتحه يا جماعه. ها سامعاني كده؟ مش قادره اوصف لك. خليكي معايا ثانيه. كل ما امشي في حته الاقيها قدامي، مش ممكن زي ما تكون بتطاردني بالظبط. ها بتقولي ايه؟ ايوه بقول لك حاجه بجد ما تتصدقش، حاجه مش طبيعيه. ازيك يا بابا؟ كويس. اتاخرت ليه يا ماجده؟ اتاخرت فين بس يا بابا؟ الساعه 12 الا ربع. شريف هكلمك تاني. يلا باي. اوعى تقولي لي بقى اتعشيت في البوتيك، انا بحضر عشاء هايل. اتعشى ايه؟ ده انا واقعه من الجوع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا كنتوا بره ولا ايه؟ ايه الشياكه دي كلها؟ كنا في سينما من 6 ل 9 ورجعنا للبيت مشي. يا عم عزيز وانت كمان ما عرفتيش تضحكي عليه كده وتخليه يعشيكي بره ولا ايه؟ ابتسام. عم عزيز ما رضيش يتعشى لوحده وقال انه عاوز ياكل معاكي عشان نفتح نفس بعض. ايه ده بقى؟ هو انت لو اتعشيت معايا بره لوحدينا كنت هسد نفسك ولا ايه؟ وكمان بتضحكي؟ اديك جبت لي الكلام. انا هقوم اغير هدومي واعمل لكم احلى طبق سلطه. وانا احضر لك السلطه بسرعه. يلا حبيبتي. ماجده عمتك كانت معانا في السينما النهارده وقالت لنا يعني انه الاستاذ ناجي ده عايز يقابلك تاني يعني، وعايز يعني يتكلم معاكي يعني وتدي له فرصه تانية. بابا انا هنام خفيفه. ماما ما تعمليش حسابي في العشاء. ابتديت ريجيم دلوقتي. ايه ده؟ ما قدرتش تصبر؟ كان لازم يعني تسمي بدنها دلوقتي؟ ما كنتش قادر تستنى لما تاكل لها لقمه الاول؟ هو انا قلت لها ان الاكليل بكره؟ انا كنت يعني بقول لها كده عشان يعني تدي نفسها فرصه تانيه. طب يلا قوم البس بيجامتك وتعالى اعمل السلطه لو هتاكل سلطه. تضحك يا شريفه؟ بقول لك حرق دمي. على رايك لا هو هيفهم ولا انا هبطل عصبيه. المهم دلوقتي انا بتكلم بجد، هجيب الست دي واجيلك العياده امتى؟ لا بقول لك ايه، انا ممكن اكلم حازم ولا اي دكتور تاني ولا الحوجه الامثالك. وعلى فكره مش هدفع ولا مليم، اشتغلوا مره بقى الوجه اللي بلاش جشع. والله ما هدفعك حاجه يا بايخه. ماشي، مع اني هموت عايزه اشوف الست بتاعت المطار بتاعتك دي. انا الحمد لله زبايني مكفيني وزياده. عشان خاطري اطلعي لابوكي وامك وتعشي معاهم دلوقتي. خليكي جدعه بقى يا بت. اوكي تصبحي على خير. باي. مساء الخير. ايه ده انت لسه صاحيه؟ ماما نامت؟ نامت. ودادا روحت؟ روحت. طب اقعدي.
تتعشي معايا؟ لا لا، انا تعشيت مع خالتي. هو انت تقربي ايه لداد؟ تبقى مرات خالي. انا هبقى احكي لحضرتك بعدين. المهم بس دلوقتي، وانا اسفه لو كنت بتدخل. دكتور، انا مش بحب اشوفك زعلانه. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. انت اصلك حنينه قوي، وقلبك علينا كلنا. يعني شوفي، انا مش بقالي فتره طويله هنا، بس ما اعرفش ليه بحس. حبيبتي انا حاسه وعارفه، وبعدين مش ممكن الواحد يبقى متحوط بالحب ده كله ويزعل. انما بحبك كانكم. انا عارفه. قولي لي بقى، انت شكلك كده عايز يحكي لي حاجه، نفسك تحكي لي ايه؟ اسالي دي ده بقى، هتقول لك ان امي دي صاحبه جامده وجدعه جدا جدا جدا. هحكي لك، قصدي لحضرتك. من غير حضرتك احكي لي. ايه مامي، انت لسه صاحيه؟ حبيبتي انا فاكراكي نايمه من زمان. انا ما جاليش نوم فقلت اجي انام جنبك. عادي حبيبتي، جنبي. هو انتوا بتتكلموا في حاجه؟ اخرج؟ لا ده انا كنت خلاص رايحه انام. زمان نونا هتقلق وتصحيني بعد شويه. تصبحوا على خير. مالك يا اميره، انت مكسوفه مني؟ لا طبعا، اكسف منك ازاي؟ وبعدين هو انت مش قلتي ان احنا اخوات؟ روحي نامي يا حبيبتي وارتاحي. روحي، تصبحي على خير. وانت من هي كانت بتعيط؟ ديبريست شوية من نونا وطلباتها، انت عارفة نونا مش سهلة. وبعدين البنت من يوم ما جت ما خرجتش لحد الجنينة، يا دوبك آخر المشوار ليها عملته. وانت ما عندكيش دم، ما عزمتيهمش مرة يخرجوا برا يروحوا النادي يشموا هوا. بس كده؟ خلاص بكرة صبح عزمكوا كلكوا على الفطار في النادي. يا سخية، بتدبسيني. ما مامتك برضو مش سهلة يا شادي. طب يا ستي الفاتورة عليا بكرة. طب ما تكملي جميلك وتعفيني خالص من المشوار ده. ده انا بطاطك، مش بتدبسيني. انا موتك. انت ما نمتيش ليه يا بنت لحد دلوقتي؟ مش عارفه. عبير، كان لازم طبعا تسيبيه البيت. ده انت اتاخرتي كمان. هو جايبك من الشارع الوقت ده؟ حس ابوكي لسه في الدنيا وبيت ابوكي مفتوح لي. حتى لو جه وتحايل عليكي مش هتسيبي بيت ابوكي الا لما اتاكد انه قدر قيمتك وفهم غلطته. هعمل له اختبار في الاول، يجي يقعد معاكي هنا 3-4 اشهر، لا سنه، واشوفه بعينيا بيعاملك ازاي، وبعدين بقى يحلها ربنا. بابا انت حتى ما سالتنيش انا سبت له البيت ليه. يعني ما تجيش تشقري على ابوك يا عبير غير عشان سايب البيت لجوزك. والنبي يا بابا ما تزودش همي، انا اللي فيا مكفيني. معاش ولا كان اللي يزود همك، انا هكلم مؤنس دلوقتي في التليفون وبهدلهولك. تكلمه تقول له ايه بس يا حاج، وانت ما تعرفش ليه انا سايبه له البيت. وليد اخوكي ما بيردش على تليفون بيته، وقافل محموله على طول. بقالي اسبوع ما سمعتش صوته. انا كمان مش عارفه اعطر فيه من امبارح. كنت عايزه تروحي تقعدي عنده هو وتسيبي بيت ابوكي؟ لا طبعا يا بابا، انا كنت عايزاه يقف لمؤنس. ليه؟ ابوكي مات؟ بعد الشر يا حاج، مش ضامنة رد مؤنس. أخاف يقل أدبه عليك، ساعتها مش هينفع أعديها له. وأنت عايزة تعديها له مش كده؟
انا غلبت خلاص بقى، غلبت. انت سبتيه البيت ليه؟ بعدها بي ولعب بحق قمار. وتقوميني مخضوضة كده، أنا كده مش هعرف أخلف أبدا، وحازم عايزني أخلف له اتدست ببيهات. إيه يا ماما مالك حبيبتي؟ ده الميعاد كل يوم بتاع الكابوس بتاع أميرة. كل يوم؟ تقريبا. هو نفس الكابوس ولا في كوابيس تاني؟ هو أنا صوت صريخي وصل لحد أوضة حضرتك؟ لا يا أميرة، أنا ومامي كنا معديين نازلين الجنينة فسمعناكي وإحنا معديين. أنا آسفة. اسفه على ايه عبيطه؟ شريفه من فضلك قولها تيجي تنام جنبي، لما بتنام جنبي مش بيجي لها كوابيس، انا اللي بيجيني. روحوا انتوا ناموا يا دكتوره، انا خلاص هنام ومش هحلم تاني. قومي نامي جنب ماما، يلا تعالي. حاضر. فريده خدي الدكتوره وروحوا ناموا، انتوا بتصحوا بدري. انتوا كمان هتصحوا بدري بكره عشان هنروح النادي سوا ونفطر هناك، وانتي لو ما جالكيش نوم انزلي لنا تحت في الجنينه. جنينه ايه؟ لا احنا لازم ننام بدري عشان نصحى بدري. اصل حازم كلمني في التليفون وقال لي بونيس شاري، وقال لي كمان ان هو بكره ان شاء الله حاجة من اثيوبيا بالطياره على النادي على طول علشان يشوفني. اصله بيخاف يجي البيت لان بابا بيسهل قوي قوي، اصل جوازنا لسه مش رسمي. روحوا ناموا انتوا يا دكتوره، احنا خلاص هننام. تصبحي على خير يا ماما. وانتي من اهله حبيبتي. يا بختي بومي. تعرفي يا اميره، انا بابا شديد قوي، انكل كمان شديد. انكل مين يا نون؟ حمايه باباكي قوي. شديد قوي. هو صحيح يا مامي ان الشوكولاته بتضيع الاكتئاب؟ اكتئاب ايه يا بنت مفعوصه انت؟ لا يا شيخ، يعني انت مش واخده بالك ان انا اكتئبت قبل كده كذا مره ولا ايه؟ لا، الاكتئاب ده للضعفاء بس، احنا جامدين قوي. انت عديتي بشويه ازمات وهتعدي منها تاني، صح؟ صح، طول ما انت جنبي يا دكتور. انا بقوى بيكي يا دي، مش عايزه اي حاجه في الدنيا دي غير انك انت تكوني كويسه وسعيده. اللي اعرفه بقى عن الشوكولاته انها بتتخن، واحنا عندنا بطوله وتدريب، فاهمه؟ حاضر يا مامي، هرجع اتمرن من بكره. وتكلمي ابوكي في التليفون زي ما وعدتيه واحنا في دبي، قلتي له انك انت اول ما هترجعي هتكلميه، ما عبرتيهوش. هو انت بجد عايزاني ارجع اكلمه؟ بتشكي في الكلام زي ده؟ اصل ازاي يعني وانت زعلانه منه قوي كده؟ انا زعلانه منه؟ زعلي ده هيروح كل بعد شويه يعني، مش حكايه. وانت مالكيش دخل خالص في الزعل ده. على فكره انت ما بتعرفيش تكذبي خالص. اكذب ايه يا بنت منى؟ هتكلميه بكره. ماشي، بس بشرط. ايه؟ تديني حته شوكولاته. ماشي، خدي. بس دي عايزه اقولك انها بتضيع الاكتئاب بجد، مش هرجع اخد حته تانية. احنا قلنا الاكتئاب ده للضعفاء. ايوه احنا جامدين قوي بس لذيذ ما ينفعش. انا هتخن طبعا. خليكي بدي بس. بصي انا ضربت ايه؟ عنك انت يا ابني. اللي مصحيك بدري قوي كده. لا ما انا لسه ما نمتش.
يا دوبك لسه داخلين الاوضه من شويه. فطرتي بقى ولا انزل اجيب لك طعميه سخنه عشان نفطر سوا؟ هات من الاخر يا حمدي، عاوز كام؟ هما 250 جنيه بس. ساعة بخبط عليك. أنا بقالي ساعتين نايم عم حلمي، مش شايف قدامي من الصداع. سهرك الصباحي ولا إيه؟ بالظبط كده، ولسه عايز أكمل نوم. وجاي لك نوم؟ ومراتك مش في البيت؟ محدش قال لها تسيب البيت لا مؤاخذة، بس براحتها، البيت كده أهل، على الأقل ما فيهوش صريخ وصويت وشكل عمال على بطال. طبعًا عاجبك كده أكتر، على الأقل عارف تقلبه أردغانة براحتك. بيتي وانا حر فيه يا عم الحاج، اقلبه اعدله، ده امر ما اسمحش لحد يشاركني فيه. ايه الطريقه اللي بتكلمني بيها دي يا مؤنس؟ انا مش واد يا عم حلم، انا اسمي لسطى مؤنس الخراط، وتحت ايدي سبع عيال بيجيبوا دم، بس ساعه ما انده على عيل فيهم باسم امه. اللسطى اللي على حق ربنا ما بيبقاش نايم في ساعه زي دي، بيبقى شغال في ورشته بيجري على رزقه، مش يدان من طوب الارض ويكسر على صبيانه وميتهم بالشهور، واخر في المتام ما يمد ايده على صيغه مراته يبيعها ويلعب بحقها قمار. اللي زي كده ما يتقالوش غير بنتك اللي ليها عندي هم حتتين الصيغه اللي انا جايبهم لها من اساسه، وقلت لها ارجعهم لها، لازمتها ايه بقى الشبوره دي على الصبح؟ اما ورشته وصبياني فلا مؤاخذه، ما حدش ليه دعوه بيهم. ماشي يا مؤنس، ماليش دعوه بشغلك، لكن صيغه بنتي هترجعها لها منين؟ من فلوس القمار برضو؟ ما قلنا مالكش دعوه يابا، العب قمار، العب في وش اللي قصاد البخت، دي حاجه تخصني انا لوحدي. ومين قال لك بقى ان هقبل ان بنتي تعيش معاك تاكلها وتشربها حرام؟ ده لو لقيت تاكلها من اصله، ده من رحمه ربنا ان مفيش عيل بينكم كان خد اخلاق ابوه وكانت بقت مصيبه. ما هو من خيبه بنت، من خيبه بنتك يا عم الحاج اللي عايشه معايا بقى لها 4 سنين ومش عارفه تجيب لي حتى كلب اربيه. مش يمكن ده اللي مخلينا في الشغل في اللعب؟ وبعدين احمد ربنا، احمد ربنا لسه مخليها على ذمتي لغايه دلوقتي، واحد تاني كان طلعها او بلاقي له اتجوز عليها واحده تانيه تجيب له قرطه عيال. انت عارف كويس قوي يا اسطى ان العيب مش منها، مفيش مره حللت فيها عبير الا وطلعت كل تحاليلها سليمه. كمان هتطلعوني في الاخر انا المعيوب؟ ماشي يا عم الحاج، انا فيا كل العيبه، هات من الاخر، انت جاي عايزها دلوقتي. جرالك يا مونس تكلمت ولا ايه؟ عايز اكلمك ازاي يعني؟ داخل عجلت البيت عليا وبكيتني على ايه؟ ايه دي محامي الست التاني ويسر اهو كمان. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا ابني. اتفضل يا وليد بيه، اتفضل، بس رحمة امك يا شيخ تكمل من مكان ما وقف الحاج ابوك، ما تبتديليش من الاول عشان لا مؤاخذه انا مش فاضل. انت بتعلي حسك على ابويا يا مؤنس ولا ايه؟ وانت جاي تخانق معايا في بيتي ولا ايه يا وليد؟ لا جاي اضربك، ولو مش عارف تحترم سيدك الحاج حلمي وعياله ابقى جاي اسيح تمك وتويه، ومالكش عندي ديه. صلي على النبي يا وليد. اما جيتك لحد هنا بنفسك يا بابا عملت الكلب ده ساعه، اوعى تكون فاكر جاي استسمحك عشان ترجع لاختي صيغتها، الحكايه دي مفروغ منها، واللي سرقته من اختي هيرجع امبارح، والا ورحمه امي الغاليه يا مؤنس تتخطف، وانت عارف ان اقدر اعمل كده كويس، انا جاي لابويا، وبعد الصيغه ما ترجع وانت تبطل لعب وتنضف، ولو ان شك نبقى نشوف بقى اذا كان عبيد ليها مزاج ترجع بيتها وبشروطها ولا لا. ترجع فين؟ ترجع فين؟ عبير مش هتسيب بيت ابوها. انت امرت وحشاش وافيونجي، وانا ظابط يا مؤنس، وزي ما خرجتك من مصائب كتير اقدر البسك واحده تدفع ثمنها عمرك كله. اتفضل يا بابا اتفضل. اللي زي مؤنس ازاي خاف ما يختشيش؟
كلمتين ناشفين زي اللي قلتهم له دول هم اللي يهتوه يخلوه بعد كده فار. اختك ما نامتش طول الليل، صوت بكاها ونهنايتها كان واصل من اوضتها لحد اوضتي. عشان عبيطه وخايبه. انا مش عارف ايه اللي مسكتها المده دي كلها، ده حكيت لي بلاوي. الاسطى موريها الويل من سنين، وهي اللي عامله فيها العقله اللي مش عايزه مشاكلها تخرج بره بيتها. ما حركهاش غير لما بعد هبها النجس ده. ما كنتش عايزني اروح له؟ انت لا، انا اتصرف معاه. واحنا كنا لاقيينك؟ ده انا بقالي ست ايام بلياليهم. ما قلت لك يا بابا، كنت واخد العيال في مطروح يومين. طب قول لي، بدل ما انا كنت قلقان عليك كده. تقل عليا بس ليه يا حاج؟ وانا عيل صغير. بقلق يا وليد، ولحد ما هتبقى ليه برضه هقلق. حقك عليا يا حاج. هما كام يوم كمان العفرته؟ انا مش عارف فاتوا امتى. طب كنت قافل محمولك ليه؟ نسيته في البيت قبل ما اسافر. ما افتكرتش غير وانا على الصحراوي. قلت والله ما انا راجع اجيب. وهي فرصه نرتاح من صداعه. ما احنا زمان كنا عايشين من غير محمول. بس زمان كنتوا عيال وكنتوا عايشين في حضني. كان اخركم الساعتين ثلاثه بتوع المدرسه وترجعوا لي على البيت. مش تسيبوني بطولي بالايام. لا انا عارف عنكم حاجه ولا انتوا عارفين عني حاجه. طب افرض. لا مش افرض حاجه يا بابا. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. خليك ليه؟ خلاص يا حاج انا اسف. مش هكررها تاني. بس الواد مؤنس كان عامله قدامك زي الفار المبلول. انت رايح فين؟ على البيت عندي. عبير قاعده مع مروه والعيال. العيال قالوا لي ما انتش داخل الجديد اللي وجدته معاك. ما ينفعش انا متاخر على شغل. مفيش حاجه بتعدي عليا اليوم غيره يا وليد. ماشي، مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. اتصل بيهم وقول لهم انا اجازه النهارده. نظام حياه الدكتوره والباشمهندس مش هيتغير من يوم من غيرك. باشمهندس ساب البيت، طلقوا. يا ساتر يا رب. اجازه؟ خير يا حلمي، انت عيان؟ اخيرا ظهر سي وليد. كان فين الولد ده؟ اتاري صوتك ردت فيه الروح. حاضر يا حلمي، هبلغ لك مرضي. ده اذا حسوا اصلا ان انت ما جيتش. اوعى تكون فاكر ان وجودك مهم، ده احنا مقعدينك جبران خاطر. لا صحي كلهم وخرجوا. خدوا ست بهيجه واميره كمان. يخرب بيت الغباوه، بقول لك كلهم هيفطروا في النادي. وانا اقول النادي منور ليه النهارده؟ عايزه بهيجه هانم القاضي تيجي النادي وما ينورش ازاي؟ ده ينور ويلعبك كمان. صباح الفل. ميرسي يا فندم. مين الست دي؟ هو ايه؟ هو انا قلت نكته ولا حاجه؟ كل ما اقول لك حاجه تقولي ايه؟ اسمك ايه انت؟ اميره. انا اميره حبيبتك يا نون. اميره. لا انا فاكراكي كويس قوي. انت اخت حازم. ايوه. وطبعا حازم هو الوحيد اللي ما بيتنسيش. اشمعنى بقى؟ طبعا يا مدام، في حد ينسى خطيبه؟ كمان مدام على الصبح. امك هتسد نفسي على الفطار طبعا زي ابويا ما سد نفسي على العشاء امبارح. واعتصمتي عن العشاء وقلت لك تلاقيها. لايمتها وحياتك وتعشيت معاها بس من غير نفس. قفلت ما فتحتش. شريفه. ايوه. على فكره حازم لما يجي دلوقتي هيتضايق قوي لو شافني قاعده مع الست دي. اصله ما يحبليش اقعد ابدا مع ناس اقرب. بس مامي دي مش غريبه، دي ماجده صاحبتي. ومش مدام. ها ايه ماجده؟ مين دي؟ ما اعرفهاش. ماجده عزيز يا ماما. لا انا عايزاكي تفتكري ترجعي بالذاكره كده لورا يا بهيجه. مش معقول ده انا مدموزيل ماجده عزيز صاحبه بنتك. ايه ده؟ بتقولي بهيجه كده؟ اكيد الست دي مدموزيل. اهي ابتدت تفتكر اهي. عجبتك قوي يا اختي. حازم متاخر قوي. ما هو حازم يا مامي كلمني في التليفون واعتذر لان عنده حاله خطيره جدا لازم يقعد معاه. معقوله؟ حزومة اتكلم من اثيوبيا ومحدش قال لي؟ كان لازم انا اللي ارد عليه. لا ما هو اصلي اتصل على تليفون البيت فداد عليه اللي ردت يعني. وليه الوليه دي بقى ردت عليه؟ انا قلت مليون مره محدش يرد على حزومة غيري انا. ما كنا نزلنا من البيت يا ماما. انا ما كنتش عايزه اجي النادي الزفت ده. كان زماني انا اللي رديت على حزومة. ده فرح فرحة انك انت نزلتي وجيتي النادي تشمي شوية هوا حلوين. مش قادرة احكي لك فرحانة ازاي. حبيبي يا حزومه. عارفه قال لي ايه؟ قال لي هيبعت لك الاكل على هنا. بالطياره؟ لا بالصاروخ.
على فكره يا ماجده يا عزيز، هزارك دمه تقيل قوي. شفتي مامتك؟ افتكرتني دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما دام هو مش جاي لازم هتفتكرك انت. اه امال. بقول لك ايه، انا هموت من الجوع. بنتك هتخلص تمرين امتى؟ لمعلوماتك بقى، الاكل اللي جاي بالطياره من اثيوبيا جاي عشاني انا لوحدي، يعني محدش تاني هياكله. ماجده هناكلها من مطبخ النادي يا ماما. اه سجين فام اوردينير. ميرسي يا رنا. ميرسي. صباح الفل يا طنط. هموت من الجوع. يلا يا اختي اتكلمي. مين يا ديدا؟ حبيبه ما بتردش عليا من امبارح، هطلبها على تليفون البيت. واحنا بقى نكمل كلامنا واحنا بنتمشى بعد الفطار. ماشي. هو حازم ما قالش هيكلم في التليفون تاني امتى؟ الو صباح الخير يا انكل، انا فريده. الحمد لله. ممكن اكلم حبيبه؟ ايه؟ طب حضرتك ما كلمتنيش ليه؟ في ايه؟ طيب انا مامي هنيجي حالا. باي. حبيبه قافله على روحها في الاوضه من امبارح ومنهاره. مامي لازم نروح لها حالا. انا ما اقدرش اروح، انا مستنيه الطياره اللي جايه من اثيوبيا هتجيب لي حاجات. توصليهم؟ ها طبعا هوصلهم. شريفه خالص. شريفه سايباني رايحه فين؟ لا جايه على طول. مفيش. انا معاكي. ايوه هي شريفه راحت فين؟ ومين دي اللي جت وخدتها دي؟ دي ديدا حفيدتك يا نون. حفيدتي انا؟ شريفه خلفت؟ ما قالتليش. اتفضلوا بقى اتفضلوا. تحبوا تشربوا حاجه؟ لا 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 ولا حاجه، بس قول لي ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، هي رجعت من الكليه وما رضيتش تتغدى وقالت عايزه انام. تلت قضيتها وقفلت على نفسها. انا حوالي الساعه 9 بالليل لقيتها لسه ما صحيتش. طلعت وخبطت، فوجئت انها قافله الباب على نفسها بالمفتاح. مش عادتها. قعدت اخبط، قالت لي من فضلك يا بابا سيبني انام لغايه الصبح. لقيت صوتها في عياط مش طبيعي كده. قلت لها حبيبتي افتحي. كانش عايز تفتح، بس لما قلقت عليا فتحت الباب. لقيت عينيها لون الدم. حاولت تطمني بس بعد شويه ما قدرتش تتماسك نفسها وانهارت بالدموع. مفيش، انا خدتها في حضني. قعدت اقول لها مالك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي طمنيني. قالت لي مفيش حاجه، متضايقه شويه. والله يا بابا ما في حاجه. قعدت تعيط لغايه ما نامت. بس الكلام ده خد حوالي 3 ساعات. طب ليه ما كلمتنيش امبارح؟ انا كنت عايز اعمل كده. قالت لي لا، خدني في حضنك يا بابا كانها عيله صغيره. طب ممكن اطلع لها؟ اه طبعا، هو مفيش حد في البيت، اخواتها في المدرسه. اجي معاكي يا ماما؟ لا حبيبتي هبقى اندهلك بعدين. يا ترى عندك برتقال فريش؟ اه بابا. طب حلو قوي، اعصر لنا انت وديده شويه في المطبخ كده لحد لما نشوفها اخوك. انا عارفه السكه. تعالي حبيبتي على المطبخ. قسما عظما لو ما حكيتي لي كل حاجه في ثانيه دلوقتي لاديكي علقه موت. يعني هي ما قالتلكيش ان في حاجه مضايقاها؟ ابدا والله يا انكل، دي حتى كانت عماله تهرج امبارح طول اليوم. فريده هي حبيبه بتحب. صدقيني انا مش هقول لها انك قلتي لي حاجه. على فكره في حاجات كتير انا وهي بنتكسف نتكلم فيها مع بعض. لا يا انكل ما بتحبش. والله ما هعمل لها حاجه، وبعدين ده شيء طبيعي. طب ايه رايك بقى، انا اقلق لو هي لغايه دلوقتي لسه ما حبتش. طب حياتك ما تقلقش. يعني ايه؟ يعني هي بتحب؟ لا والله العظيم ما بتحب حضرتك، بس اطمن وما تقلقش. هي حبت قبل كده بس اكتشفت بعد شويه انه كان لعب عليها. بس حضرتك مش هتقول لها اني قلت لك حاجه. حاضر مش هقول لها،
بس ممكن اعرف بقى حبه مين؟ لا حضرتك كده فهمتني غلط، انا صاحبه جدع وما بصيحش لاصحابي، انا بس قلت لحضرتك لانك كنت قلقان وانا طمنتك، يا ريت نغير الموضوع. حاضر، شكرا جدا. امبارح بعد الظهر وانا راجعه من الجامعه خبطتني عربيه. ايه؟ كنت بعدي الشارع ومش واخده بالي ان في عربيه جايه، الست اللي كانت سايقه ما لحقتش اتفرج، خبطت وقعت. طب انتي حاسه بحاجه يا بيبا؟ ما تقلقيش يا طنط، انا ما فيهاش حاجه خالص، انا رحت المستشفى وعملت اشعه على جسمي كله، فيهاش غير شويه كدمات بس مكان الوقعه. روحتي المستشفى مع مين؟ لوحدي، خفت اقول لبابا سكره يعلم من الخضه، وحضرتك عارفه هو بيخاف علينا قد ايه. طب ما كلمتنيش ليه انا او ديدا؟ انا مش عايزه احتاج لحد ومش عايزه اصعب على حد. تصعبي على مين يا عبيطه انتي؟ تصعبي على مين؟ انا طول عمري وانا شايفه روحي في عيون الناس وانا صعبانه عليهم، بقراها في عينيهم، دي عيني اللي امها رمتها زمان هي واخواتها لابوهم وهنجد، دي بنت راجل اللي فانا عمره كله لولاده ومرضيش يجيب لهم مرات اب، ربنا يعوض صبره خير بقى ومتطلعش زي امها، بقراها في عينيهم لو ما سمعتهمش بقراها في عينيهم. بصي يا بيبا، انا مش اول مره اقول لك الكلام ده، بس عايزه اقول لك انك انت بنت قويه جدا، شخصيتك جامده جميلة طيبة، أنا ما برتاحش غير لما ديدا تكون معاكي، وأنت عارفة كده، قلت لك الكلام ده 100 مرة قبل كده. ليه أنتوا بتقسوا على نفسكوا كده؟ ده أنتي وأبوكي عيلة زبالة. أيوة عيلة زبالة، عشان من كتر حبكم لبعض بقيتوا تيجوا على روحكم بزيادة. فيها إيه لو كنت جيتي وطمنتيه عليكي وقلتي له يا بابا تعالى معايا المستشفى؟ يرضيكي أبوكي يبقى حالته كده؟ ده ما نامش طول الليل، الراجل هيتجنن. انا لما رجعت حاولت ما احسسوش باي حاجه، دخلت على الاوضه وحاولت انام، حلمت بالحادثه وبين الست اللي خبطتني بالعربيه دي هي امي. الله يخرب بيت الكوابيس وسنين الكوابيس. انت عارفه يا بيبا الكوابيس دي بتيجي من ايه؟ من كتر الكتمه والكت اللي بيبقى جوانا. انت اتخضيتي على نفسك ورحتي المستشفى لوحدك وانتي مخضوضه، شفتي الاشاعات والاجهزه، اتخضيتي اكتر، خايفه لا يكون عندك كسر او نزيف داخلي، رجعتي بخضتك على ابوكي، عملتي نفسك هرقل ودخلتي نمتي، كل ده مش عايزه يجيلك كوابيس؟ ازاي يا بنتي؟ لا، وكابوس مين؟ امي. بصي، لما تحسي ان الحمل زاد عليكي ضعي في اي حد حتى لو ما تعرفيهوش، مفهوم؟ مفهوم. يلا بقى عشان ننزل نطمنه. بس هنقولهم على الحادثه، هنقولهم على الحادثه ونطمنه، وبعدين كل اللي يجي هنا ولا هنا مقدور عليه، القلق الحقيقي لما يكون في وجع هنا بجد هو ده اللي بيقلق. فهمتي؟ غريبه قوي ان فريده مش مقدره النعمه اللي هي فيها، نعمه انها بنت طنط شريفه، بس ما هي معذوره، فاكره انه ده عادي وان الامومه يعني طنط شريفه. ما تحسش بالنعمه دي غير لامها زي امي.